السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي من جديد في أتولي نانو مع أستاذتكم نانو عليا. إذا دائما وأبدا مع الألبسة تصميم وتنفيذ أتولي نانو. وحبيباتي اليوم عندنا جوبا اون روب دانتيريور بالقطيفة، بدينا في حوايج الشتاء بالقطيفة هذه اللي خرجت جديدة، هذه هم تشوفوا فيها مخطة جميلة ريتو تجيف بلي روب تاع الدار، لي روب دانتيريور وحتى لي روب تاع الخارج تجي فيهم، وحتى لي ليكات وحتى لي فيس. بون حبيباتي، قبل ما نبدا في الوصف الموديل، نتمنى لأول مرة يشوف قناتي ينزل يعمل اشتراك يفعل جرس الكل حتى يصله الإشعار بكل ما هو جديد. بالنسبة لحبيباتي متتبعاتي، نتمنى انه الفيديو هذا الفيديو يبارطاجوه للماكسيموم ويدعموهم بلي لايك باش هكا تشوفوا اكبر نسبه مشاهده. اذا حبيباتي من جديد اهلا وسهلا بكم في اتولي نانو. عندنا اون روب دانتيريور جميله جدا 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 وانيقه، وراهي طوندونس الان. قلنا القطيفه تاعها هذه القطيفه هي خارج جديده دركا، راكم تشوفوا فيها بالخطوط جميله وانيقه، قاعده قطيفه الهواء لكنها هي ثقيله. دركا كي تشوفها من بعيد تقولي لها قطيفه الهواء لكن هي ثقيله، شوفوا الخطوط تاعها كيف ما هي جميله جدا. بون لا روب هذه سي اون روب سنتري او نيفو دو لا تاي، لكن سنتري تاعها وين جا جا هنا. هنا عندنا ان دوكوب وعملنا فيها اون بوند باش نعملوا فيها لقطه تاع الخيط هذه. دكا تقضي ايضا ترومبلاسي الخيط هذا، ترومبلاسي بلاستيك عادي، لكن انا حبيت نديرو باه نزينو بالدوغي هكا باش يخرج لي معاه لي موتيف اللي مركبتهم. بون باللي مونش سون دي مونش لون، مش مبودي مش موسعين، يعني نص نص مولتها من شويه بصحتها. من تحت ان بتي بو ايفازي، ماشي ترو ايفازي، يعني لي فازمون تاع ما عملناش لي فازمون تاع التيشو كامل، نقصنا منها شويه وطلعنا لون كولور تاعنا اون فارم او على شكل نجمه، تهبط كاري وتروح اون فارم، كاري وتروح اون فارم. بون هنا زيناها بلي موتيف هذوما في الدوري وعمرناهم بلي فلور هذه مليحه كاسولينا لا كولور تاع لو فير. داكوغ، جات ما شاء الله جات تحفه ربي يبارك. نتابعو مليح الشكل تاعها، هاو لي فازمون تاعها في لو با، دكا هاو لي فازمون تاعها في لو با، ماشي ترو ايفازي، ان بتي بو ايفازي. بون هذا تقدري، قلنا تقدري تزيري كيما تحبي نتيا على طاي تاعك، ما يكونش ترو سيغي وما يكونش محلول ايضا ياسر. تحبي تستغني تقدر تستغني لي تعوضيه بلاستيك، قدرة اخرى ماشي حابة ديرو بالكم ما ديروش، لكن هذوما لي غوب لي راهم طوندونس الان لي تجبدو في ماشي في لاتاي، فوق من لاتاي شوية تحت من البواترين، يعني ما بين لاين دو بواترين ولاين دو تاي اتان. اذا جات اون جولي غوب دانتيريور بالقطيفة الشتا هذا تاعنا، جميلة وانيقة توجور تصميم وتنفيذ اتولي نانو. هذه كامل خياطتها وتفصيلها وتنفيذها وتركيب لي موتيف تاعها حجم 2 ساعة ونص. دكا جات جميلة جدا وأنيقة، ولا كولور أصلا تاعها تهبل ربي يبارك. إذا نقول لمولاتها، هي صاحبتي مليكة تخدم في الجامعة، نقولها بصحتك ملوكة، نقول بالحاجة ثانية دي باغمي مي كليون تابوني عندي، ما تروح حتى البلاصة خياطتها لبستها كاملة هنا، سواء كان تاع الدار ولا تاع خارجة، نقولها مليكة بصحتك حبيبتي حاجة جديدة إن شاء الله. إذا هذا هو الشكل النهائي تاع لاغوب تاعنا، جات توب دو توب، جات تحفة سامبل إليغونت أو مام طون، يعني خرجنا شوية من تاع قندارة عاد، يعني قندارة فاصل لو كور تاع القندارة بيان لو كورساج سنتخي إيفازي. ها عملناها واسعة شوية في لاتاي وجبدناها بالخيط هذاك باش تعطينا لا فورم تاع السنتراج، نحنا اللي نديروها بالخيط هذاك. قلنا تقدروا ايضا ترومبلاسيها بلاستيك يكون مش مش استيكر كي يكون استيكاري تاع دو دوا، تجي ثاني تحفه، تجي مشكمناها كما مشكشكشه، عفوا مش مشكمناها مكشكشه في الاونيفو دو لا تاي، تجي جميله جدا وانيقه. اذا هذا هو الموديل تاعنا تاع اليوم، نتمنى انه يعجبكم، خلوا لي في لي كومونتير ارائكم تهمنا. ان شاء الله راح نديروه قريبا جدا هذا الدرس، نديروه كومبلي لا روب بها بلي موتيف تاعها بكلش، ونوري لكم الطريقه تخدموا بها. شكرا لكم، كنتم في اتولي نانو مع استاذتكم نانو عليا، شكرا لكم، احبكم في الله. نرجع ونذكر أول مرة يشوف قناتي ينزل يعمل اشتراك يفعل جرس الكل حتى يصله الإشعار بكل ما هو جديد، سواء كان دروس نظرية أو تطبيقية. راح نرجع إن شاء الله بعد ما تشفى الوالدة تاعي فقط، نرجع ونعملوا
الدروس هذه نظرية وتطبيقية، وأيضا هيك دروس كيما هكا عبارة على دي موديل جاهزة، ننزلها لكم الخدمة تاعي تشوفوها إن شاء الله. شكرا لكم، انتظرونا قريبا، أحبكم في الله، تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا. شكرا لكم حبيباتي، كنتم في أتولي نانو مع أستاذتكم نانو عليا.